السلام عليكم وكل سنة وانتو طيبين. طبعا الفيديو ده انا عاملاه هيبقى فيديوهين في واحد. الفيديو هوريكم فيه طريقة الزبادي في البيت ازاي بنعمله بالصانع الزبادي او بجهاز الزبادي، وهيبقى كمان فيه ريفيو عن الجهاز اللي انا بستخدمه بقالي 5 سنين بعمل فيه زبادي كل رمضان. هقول لكم النهاردة على المواصفات بتاع الجهاز بتاعي. انا معايا الجهاز اللي هو السوناي او صانعة الزبادي سوناي. هي ده شكلها من برة، بتتكون من 3 قطع. الكوبايات بيبقوا 8 قطع كوبايات بالغطيان بتاعتهم، وكمان دول هنعتبرهم قطعة، والقطعة اللي هي الستاند اللي بنحط فيه الكوبايات دي، وكمان الغطاء اللي هو الباغ اللي انتوا شفتوه الشفاف ده. طيب تعالوا نشوف بقى مواصفات الجهاز. الجهاز ده هو صناعة مصري، 220 ل 240 فولت. الوات بتاعه هو 10 وات، يعني سحب الكهرباء بتاعه زيرو، يعتبر منخفض جدا جدا جدا، ما بيسحبش ابدا ابدا كهرباء. الجهاز زي ما انتوا شايفينه كده مربع، الفيشة بتاعته فيشة عادية مش فيشة ثلاثية، فمش هيعمل لنا ازمة، ومربع هيتحط في اي مكان، مش هياخد مساحة. اول حاجة تعالوا بقى اقول لكم طريقة الزبادي. اول حاجة جبت كيلو لبن، دفيته على النار بحيث ان هو يبقى صباعي مستحمله كده زي دمعة العين زي ما ماما بتقول دايما. ده كيلو من اللبن، هحط عليه كوباية واحدة من الزبادي. دي كوباية كبيرة، فانا هاخد نصها بس. هو احنا بنحط عليه كوباية صغيرة من الزبادي اللي هي بتبقى 110 جرام. بعد كده هحط كمان عليه 2 معلقة من اللبن البودر. احنا ممكن نستغنى عن اللبن، وممكن يبقى هو بس اللبن الدافي ومعاه الزبادي عادي، لو ما حطيتوش اللبن البودر يعني مش هيبقى فيها مشكلة، بس انا بحطه بيدي قيمة غذائية عالية، وكمان بيديني قوام احسن. بعد كده لازم اضربه بالهاند بلندر او اضربه بالخلاط، ما ينفعش اسيبه كده من غير ضرب او اضربه بايديا، مش هيطلع حلو ابدا. فلازم نخفقه كويس جدا، ندخل الزبادي واللبن البودرة في اللبن العادي كويس خالص، وبعد كده بصبه في الكوبايات زي ما انتوا شايفين، وبشغل عليه الجهاز. هو الكيلو تقريبا بيعمل 8 كوبايات كاملين، بس علشان انا كنت شايلة منه القشطة فاللبن قل شوية، بشغله على 10 او 11 او 12 علشان يخلص لي في وقت قليل. بعمله للزبادي ده بياخد بالظبط 6 ساعات وبيبقى الزبادي بتاعك جاهز. لو لقيتي بخار كده في الجهاز من جوه ما تقلقيش، هو كل الاجهزة بتعمل كده. بعد ما بيخلصوا بقى بغطيهم وبدخلهم على التلاجة يجمدوا. وميزة فيه طبعا ان الكوبايات دي ليها غطا. شايفين الزبادي طالع ممتاز ازاي، وقوامه كمان حلو جدا وطعمه احلى. لو حابين ان احنا نعمله من الاول بالسكر، فاحنا ممكن نحط السكر على اللبن من الاول. ما تنسوش تعملوا لايك، واي اسئلة حابين تسألوها عن الجهاز تقدروا تسألوني تحت في الكومنتس، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تقولوا لي تحت في الكومنتات، ونقول سلام.